السلام عليكم، كداري؟ لاباس؟ بخير ان شاء الله. هذا الفيديو لقاكم بخير وعلى خير، في احسن احوالكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غنشارك معكم يعني اخر ما كاين في الرندا. البنات هكا اللي باغيين يخدموا الرندا، غنعطيكم فكره وميم طون غادي ندير لكم بعض يعني بعض الصور والنماذج اللي ممكن تاخذوها كفكره على شنو دابا اخر ما كاين في الرندا. الرندا دابا بزاف اللي كيتخدم هي الحصيره، سواء تكون طرزه بالطرز ديال اليد او لا منبته، او لا حصيره مخدومه بالمهرس، او لا حصيره مخدومه بالالوان. بالنسبه لدوك الزواقات اللي كانوا شحال هذه يعني مابقاوش بزاف كيتخدموا، هي صراحه الرنده ما كتموتش، وانما كل تقريبا عام او لا كل فتره كيكون شي حاجه اللي مطلوبه بزاف، اللي مخدومه اللي كتخدم بزاف هي الحصيره كما قلت لكم، سواء مخدومه بالطرز الرباطي او لا مخدومه بالنبات او لا مخدومه غير بالمهرس. فهاد الشيء اللي دارج دابا على الموضه. نتمنى انني فدتكم في هذا الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.